التأجيل والله أعتقد كل تأجيل راح يكون له نتائج غير جيدة. يعني كما قلت لم يبقى شيء حسب تصوري، يعني لم نفعله من أجل الحفاظ على وحدة العراق. ثم يجب التذكير بأن الدستور في مقدمة الدستور جاء النص التالي كما أتذكر، أنه الالتزام بهذا الدستور ضمان للحفاظ على وحدة العراق. في الحقيقة لم يلتزم بالدستور، الحكومة العراقية لم تلتزم بالدستور، وهناك عشرات الأمثلة. ثم لماذا نصر على تجربة فاشلة، على صيغة فاشلة؟ هل من المعقول أن نعود إلى القتال مرة أخرى، أو أن نستقر ونتعايش معا كإخوة ونتعاون وتستقر المنطقة وشعبنا يتجه نحو البناء والاستقرار والازدهار؟ اليوم أنت وصلت